والكبد كما نقولوا ما فيهش لي تيرمينيزون نيرفوز، ما فيهش الالياف العصبيه بزاف، يعني ما يشكيش. دونك هو كي مرض يقعد صامت لمده طويله. حنا باش نقدروا نكتشفوا المرض هذايا عن طريق يعني فحص سريري، يقدر يكون في مثلا يعني الناس اللي عندها سكري تجوز كل 3 شهور عند طبيب المختص، نديروا لهم فحص بالايكوغرافيا. وفحص بالايكوغرافيا هو اللي يخلينا نقولوا بلي هذا الشخص عنده الكبد الدهني. كاين مثلا بعض الاخصائيين عندهم واحد الجهاز اسمه لامبيدونس ميتري. لامبيدونس ميتري هي ميزان يعني بين قوسين احترافي. واش يمدلي؟ يمدلي مثلا نسبه الدهون الحشويه يعني في الاعضاء. اذا كاين نسبه معينه لحقت لها نقدر نقول بلي الاعضاء فيهم دهون. دونك على مستوى الكبد وعلى مستوى ثاني البنكرياس لانهم متصلين. بالنسبه اسمح لي بس لطفي في نفس السياق، بالنسبه لتحاليل الدم تقدر تكشف انه فيها كبد دهني؟ هي هنايا كما نقولوا احنا ليزيتاب تاع التطور تاع الكبد الدهني، لانه كاين 4 مراحل تاع التطور. المرحله الاولى هي كبد دهني بسيط. دونك هو الشكل تاعو يختلف على الكبد العادي؟ لا لا ما يختلفش. هي في الحقيقه كي نديروا الايكوغرافيا الكبد يبان دهني، يبان كما نقولوا حنايا في الطب ان فوا بغيون، يعني يلمع يبرق لان الدهون هذيك في بالايكوغرافيا تمدلي الشعاع اكثر تاع الكبد يكون اكثر. اوكي صح. هذه في المرحله الاولى تاع التطور يكون الكبد فيه تراكم الدهون. المرحله الثانيه هي التحاليل تكون فيها خلل، تحاليل الكبد تكون فيها خلل. اذا كاين خلل في التحاليل وكاين كبد دهني هنا راني في المرحله الثانيه، يعني اسمها التهاب الكبد الدهني. دونك المرحله الاولى هي كبد دهني بسيط، المرحله الثانيه هي التهاب الكبد الدهني، يعني التهاب التحاليل تخرج طالعه كما نقولوا.